الكره الحديديه كنرحب بكاع الحضور اللي حاضر معنا لا من المنخرطين في الانديه الاخرى من نادي دينيسكات ولا المنخرطين ديال نادي هلال طرس وكذلك الممثلين ديال بعض الجمعيات المحليه ومرحبا بالضيوف ديالنا اللي حاضرين متعاطفين في الكره الحديديه غنعطيو الانطلاقه ديال هذه الدوره الاولى بالنسبه للتكوين والتعريف بالقوانين وتقنيات لعب الكره الحديديه من طرف المجموعه ديال المختصين واللي عندهم درايه اكبر واكثر فيما يخص هذه اللعبه السيد حميد ولا السيد الحكم كذلك اللي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجريدة ديال أحداث سوس، بالمناسبة كنشكروها على الحضور ديالها والدعم ديالها المستمر للنادي هلال طرس للكرة الحديدية. اليوم عندنا الافتتاح ديال الأيام التكوينية اللي خاصة بالمنخرطين ديال نادي هلال طرس فيما يخص تعلم تقنيات وطريقة لاعب الكرة الحديدية اللعبة الكرة الحديدية بالنسبة للمستفيدين الجدد والهواة لهذه الرياضة، وكيحضرها مجموعة من الممثلين مجموعة ديال الأندية الأندية الخاصة بالكرة الحديدية وكذلك ممثلين جمعيات وهو متعاطفين لهذه الكرة بتنسيق مع جمعية إشراقة بطرست. كنحيي بهذه المناسبة ومجموعة الناس اللي ساعدونا على أننا يقفوا مع هذا النادي الفتي اللي السنة الأولى ديالو بالنسبة للمنطقة واللي أعطى واحد القفزة نوعية فيما يخص الرياضة وعطاها بروز في المنطقة اللي كانت عندها خصصنا بالنسبة لهذه الرياضة هذه.